النشاط الرياضي يعني شنو كاين يعني البرامج اللي عندكم على مستوى الميزانيه في يخص دعم على المستوى المالي؟ نعم على المستوى المالي على صعيد الجامعة ديال مدارس الرياض الجنوبية إن شاء الله حنا نخصصوا في المستقبل واحد الميزانية اللي غنبقاو نقوموا بها دوريات على صعيد الجامعة وتجهيز بعض ملاعب القرى، لأن الإشكال اللي كاين هو الجامعة ديالنا كتفتقد بعض الملاعب القرى بنظرا لضعف الإمكانيات المادية للجامعة. إن شاء الله في المستقبل غادي نحاولوا نوفروا بعض الملاعب للشباب، لان الشباب في حاجه ماسه لهذه الملاعب، لان الرياضه هي كش بالنسبه للشباب، لان الرياضه كتوقد الشباب من بزاف ديال الانحرافات وبزاف ديال المشاكل اللي تقدر تفسد الشاب، الشباب هو المستقبل ديال هذه البلاد. شكرا. نعم، وبالنسبه لهذا الدوسي يعني واش عندكم شي داخل شي في برنامج الميزانيه الجامعه، واش مبرمجوا في المستقبل يعني واش ولا باقي غادي يعني في الدراسه يعني ان شاء الله في اطار الجلسات يعني حنا مبرمجين شي دوسي او شي دوار، حنا مبرمجين الجامعة ديال الرسالة الجنوبية كاملة، يعني أي دوار كيفتقد لهاد سواء ملعب القرب ولا هاد إن شاء الله غنحاولوا ما أمكن على الأقل كل دوار يكون عنده واحد الملعب القرب ديالو اللي يستافدوا منه الشباب ديال المنطقة.